ومن المسائل المهمة أنه كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتوا إلى آيات من القرآن في حق الكفار فأنزلوها في حق المسلمين. سبحان الله، أول أمرهم، وذكرت ذلك وذكر أهل السير ذلك، لكن ذكر أيضاً ابن حجر رحمه الله في الفتح شيئاً من هذا، من أن هؤلاء لما جرى ما جرى اعتزلوا في منطقة مخالفين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وكان والياً لعلي بن أبي طالب على بعض تلك البلدان، فلما رأوه ومعه سريته، يعني أمة يتسرى بها يعني يجامعها، وفي بعض السير قالوا إنها زوجته، المهم أنهم أرادوا أن يقتلوه، ظفروا بشخص هو يوالي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو وال أو عامل من عمال علي رضي الله عنه، فأرادوا أن يقتلوه، وإذا بهم يمرون على طائفة من أهل الذمة، وإذا برجل منهم يجد تمرة فأراد أن يرفعها، فقال بعضهم: تورع عن تمرة هذا الذمي، فقال عبد الله بن خباب بن الأرت: قال والله إن التورع عن دمي أعظم من تورعكم من هذه التمرة. قاموا فذبحوه وجزوا رأسه، ثم أتوا إلى سريته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. ثم بعد ذلك قال علي رضي الله عنه لهم: من قتله؟ قالوا: كلنا قد قتله. فقاتلهم رضي الله عنه، ثم لما انتهوا في عهد علي رضي الله عنه بقيت بقايا من حيث الداخل ممن بقي ولم يعلم به، نسأل الله أن يكفنا شر هؤلاء وشر أهل الأواء، بقي طائفة مع علي رضي الله عنه في بلدته، من؟ عبد الرحمن ابن ملجم الذي لا يدرى عنه، وإذا بعلي في إحدى صلوات الفجر إذا بهذا الرجل يقتله، لأنه كان مندساً خفياً بين المسلمين.